الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً سيما إمام زماننا وولي أمرنا الحجة بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه وجعلنا جميعا من أنصاره وأعوانه والممتثلين لأوامره ما زلنا مستمرين بحمد الله والمنة في برنامجكم العقائد الحقة الاعتقادات والعقائد الحقه هي العقائد التي ارادها الله منا وان نكون عليها بشكل صحيح وليس لنا عصمه الا ما قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا والاعتصام بحبل الله هو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله اني تارك فيكم استقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا ونحن على مائدة اهل بيت العصمة والطهارة في التوحيد التوحيد ان نتوجه الى الله تبارك وتعالى بالوحدانية وان يكون خارج عن بالنا اثبات الزمان لله اثبات المكان لله فالله عز وجل خلق الزمان خلق المكان وهو قبل الزمان وهو قبل المكان فالله عز وجل لا يعتريه الزمان لا يشمله المكان لا يكون في ظرف لا يحد بحد تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا واذا وجدنا في الاحاديث او الايات ما ينافي ذلك علينا ان نؤول ذلك جاءنا في الحديث عن ابي عبد الله الصادق عليه السلام حيث ساله السائل عن قول الله عز وجل وهو الله في السماوات وفي الارض في في كلام العرب تستعمل للظرفيه فلان في البيت في البيت يعني البيت صار ظرفه فاذا كان في البيت لا يكون خارج البيت وهو الله في السماوات وفي الارض الله جل وعلا في السماوات وفي الارض هل السماوات والارض ظرفا لله تبارك وتعالى اذا كان ظرفا فالله عز وجل محدود وهو غير محدود فلا بد ان نفهم هذا المعنى عن اهل بيت العصمه والطهاره صلوات الله عليهم قال في جواب السائل كذلك هو الله في كل مكان ولكن مو بنحو الظرفيه مو بنحو الوجود المادي لا الوجود المادي احنا وجودنا نحن مانوسون ذهننا مأنوس بالوجود المادي صعب علينا ان نتخلى عن الوجود المادي والظرفية المادية فحينما نقول الله جل وعلا وهو الله في السماوات يعني الله في السماوات ظرف لا في الارض ظرف لا لا تكون السماوات والارض ظرفا له تبارك وتعالى وانما وجوده غير المادي مو الوجود المادي منبث في كل مكان مثل الهواء بلا تشبيه في كل مكان لاحظت فهذا الامر يحتاج الى رياضه رياضه ذهنيه حتى ان تسلخ المادة والمكان والزمان اللي ذهنا متعلم عليه نسلخه عن الله تبارك وتعالى هو كذلك في كل مكان ولكن مو بنحو الوجود المادي هو في كل مكان بنحو الإحاطة هو في كل مكان بنحو الوجود غير المادي المعنوي هو في كل مكان قدرة هو في كل مكان علما هو في كل مكان إحاطة هو في كل مكان تصرفا لاحظت فإذا هو في السماء إله وفي الارض إله خلي هذا في ذهنك حتى نعطيك معنى ثاني هذا المعنى الاول السائل لأنه متعلم ذهنه بالوجود المادي أعاد السؤال يقول للإمام الإمام عليه الصلاة والسلام قال له كذلك هو في كل مكان قلت بذاته يعني إلى ذات ذاته الصير في السماء إذا ذاته صارت في السماء شلون ذاته الصير في الأرض فإذا في السماء خلت منه الأرض وإذا في الأرض خلت منه السماوات انا في هذا البيت يعني مو خارج البيت انا في هذه الغرفه خارج الغرفه ما الي وجود بعد فكيف قال ويحك ان الاماكن اقدار المكان حاد والله لا يحاد لاحظت فاذا قلت في مكان بذاته لزمك ان تكون ان تقول له قدر له حدود ها ولكن هو بائن من خلقه بان يعني منفصل عن خلقه لكن مو انفصال مادي هو في خلقه لكن مو بممازجه ماديه ها هذا المعنى شوف ايش قد عميق محيط بما خلقه علما محيط علما قدره احاطه سلطانا في كل مكان هذا، هذا معناته وليس علمه بما في السماوات اقل مما في الارض ليس علمه بما في الارض باقل مما في السماء علمه محيط بكل شيء على قدر سواء لا يبعد منه شيء والأشياء له سواء علما وقدرة وسلطانا وملكا وإحاطة هذا معنى وجودة في كل مكان مو معنى وجودة في كل مكان مثل وجودنا المادي وجودنا المادي إذا صار في مكان ما يصير في كل مكان ولكن الله عز وجل بما أنه وجود مو مادي فله إحاطة وعلم وقدرة وملك وتصرف في كل مكان طيب <applause> أبو شاكر الديصاني اللي سابقا شرحنا لكم عنه هذا من الملحدين كان طيب هسه جاي إلى هشام هشام بن الحكم قال أبو هاشم الديصاني صادفة سأله إن في القرآن آية أكو في القرآن آية هي قوة لنا هي حجة لنا قلت ما هي هشام يقول لي أبي شاكر الديصاني اللي هو ملحد اللي هو ما يعترف بوجود الله يقول له شنو هاي الآية يعني شلون يريد يقول له أنا من قرآنكم أستدل عليك ضدك بآية تفيدنا تكون حجة لنا عليكم حجة لنا عليكم شنو هاي الايه مولانا؟ يقول له وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله. الايه السابقه وهو الله في السماوات وفي الارض وهو الله في السماوات وفي الارض. الامام قال له احاطه، قدره، علما، ها؟ تصرفا، ملكا، مو وجود مادي، لا ماديه له. لانه اذا صار وجود مادي يصير محدود واذا صار محدود يصير متجزئ ويصير ممكن فيحتاج الى خالق ولا يكون هو خالقا طيب فابو شاكر الديصاني جاب له هذه الايه وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله هشام يقول فلم ادري ما ادري بما اجيبه ما عرفتش اجاوبه شلون اقول له اقول له هو في السماء اله في الارض مو اله ما موجود يعني ابو شاكر شنو يريد يقول للهشام يريد يقول للهشام الايه تدل على ان الله عز وجل إله في السماء وأكو إله آخر في الأرض في الأرض أكو إله في السماء أكو إله ليش تقول الله جل وعلا في السماء وفي الأرض اثنين هم ثنوية راح يصير تعدد الآلهة راح يصير هشام يقول ما أقدر أتجاوبه إيش سويت مولانا فحججت رحت للحاج يعني طالت المدة فخبرت ابا عبد الله عليه السلام فقال هذا كلام زنديق، زنديق يعني ملحد هذا كلام زنديق خبيث فرد واحد خبيث يعني خبيث العقيده فرد واحد خبيث العقيده القى عليك الشبهه ها يا هشام اذا رجعت اليه فقل له اذا رجعت له روح قل له شنو اسمك بالكوفة يقول لك أبو شاكر شنو اسمك ببغداد أبو شاكر إذا سافرت للحج شنو اسمك أبو شاكر إذا سافرت البغداد للبلدان للبصرة شنو اسمك يبقى هو أبو شاكر هو أبو شاكر بعد سيدي مولاي شنو هذا قال لها هو في السماء إله هو إله يطلق عليه إله الله جل وعلا في السماء إله الله جل وعلا في الأرض إله هو اسم هذا يطلق عليه إله مو تعدد الآلهة ها عرفت شلون صار مو تعدد الآلهة اسمه مثل ما اسمي وين ما أروح هو نفسه كذلك الله جل وعلا في السماء هو اله، في الارض ايضا اله هو. زين؟ كذلك الله ربنا في السماء اله، وفي الارض اله، وفي البحار اله، وفي كل مكان اله نفسه. قال هشام: فقدمت رجعت للكوفه بعد الحج فاتيت ابا شاكر. دورت على ابو شاكر لقيته فاخبرته ابو شاكر سمع صدم فقال هذه نقلت من الحجاز هاي مو مال الكوفه هذا الجواب مو جوابك هاي نقلت من الحجاز جايبها من الحجاز وجاي ان هذه لاحظت المعنى فشي يقول له يقول له هاي التمنين جايبها من الحجاز جايبها انت يعني اقتنع بها ولا عرف هو في ال في السماء إله وفي الارض هو نفسه إله لا يتغير فالشبهه ارتفعت طيب عن جعفر بن محمد الصادق عن أبيه الباقر صلوات الله عليه قال كان النبي بهذا المعنى أن قل لك المعنى أنا كان النبي صلى الله عليه وآله اثنين من اليهود يجون يم زين قد آمنا بموسى رسول الله بعنوان رسول من الله وأتيا محمدا صلى الله عليه وآله جايين يسمعون منه وسمعا منه وقد كان ذول الاثنين من اليهود قرأ التوراة وصحف إبراهيم يعني مطلعين على الكتب السماوية ذول الاثنين من اليهود يعني مو ناس من عامة الناس مو من عامة الناس لا ذولا من العلماء مطلعين وعلم علم الكتب الأولى قارين الكتب السماوية السابقة طيب فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله فلما قبض الله تبارك وتعالى رسوله أقبل إجوا إلى المدينة يسألان اجوا للمدينة عن من خلفه رسول الله صلى الله عليه وآله من اللي يقعد بداله من اللي يكون بمكانه زين المن شافوا قالوا هل له خليفة في أمته من بعده؟ قالوا إيه؟ إلى خليفة؟ وين هذا الخليفة؟ متودون إليه؟ لم يمت نبي قط إلا وله خليفة يقوم بالأمر في أمته من بعده شو تقولون وين هذا؟ قال أحدهما لصاحبه تعرف هذا الأمر؟ من بعد هذا النبي قال الآخر لا أعلمه قال له تدري قال لا ما أدري قال زين احنا قرينا صفاته ها ها قرينا صفة هذا الخليفة آه نعم نعم خليفة رسول الله مذكور صفاته في الكتب السماوية اللي في التوراة في غيرها زين من هو اجا وساله من الخليفه ارشد الى ابي بكر قال والخليفه ابو بكر يا ابا خلي نروح له عندنا اسئله فلما نظر اليه قال ليس هذا ليس هذا صاحب الامر وصاحبنا هذا مو صاحبنا احنا اوصاف اللي قاريها بالتوراه مو هذا قال ما قرابتك من رسول الله؟ قال اني رجل من عشيرته لا قرابتك شنو؟ قال هو زوج ابنتي عائشه قال لا هذا غير هذا هل غير هذا اكو احد غيره؟ عمي أنتوا جايين اشتردون قالوا عندنا سؤال تفضلوا اسالوا فاخبرنا اين ربك اذا انت الخليفه اخبرنا اين ربك قال فوق سبع سماوات شوف اين يعني عن المكان الله جل وعلا قلنا منفي عنه الزمان والمكان هو خلق الزمان والمكان كان قبل الزمان والمكان قال وزين فوق سبع سماوات قال هل غير هذا عندك فد علم بعد غير هذا؟ قال لا هو هذا علمي قال دلنا على من هو أعلم منك احنا هذا الجواب من قبله فإنك أنت لست بالرجل الذي نجده في التوراة وصي رسول الله وخليفة رسول الله اللي نجد في التوراة ما ينطبق عليك فتغيظ من قولهما انقهر من عدهم وهم بهما راد يقتلهم قالوا عمي احنا جايين نريد نسلم ثم ارشدهما الى عمر راحوا تعرفوا على العمر استقبلاه بشيء زين بطش بهما وإذا هذا الرجل له بطش شديد قال له عمي أنت شو تصير من النبي قال أنا من عشيرته لا شو تصير منه قرابتك أكثر قال هو زوج ابنتي حفصة قال أو لا إذن مو هذا اللي إحنا نشوفه في التوراة غير هذا ايش تردون انتم؟ قال فأين ربك؟ زين قال فوق سبع سماوات فوق السماوات السبعة يعني مو بالسماوات فوقهن يعني مو بالأرض هو زين قال لا, لا عندك غير هذا العلم قال لا قال لا, لا هذا الخليفة اللي إحنا قاريه في الكتب السماوية مو أنت مو أنت دلنا على من هو أعلم منك فأرشدهما إلى علي أمير المؤمنين صلوات الله عليه فلما جاء فنظرا إليه واحد أشر له قال له هذا صاحبنا صفات اللي كانت في التوراه ها والكتب السماوية السابقة على التوراة هو هذا ها خلي الروح لايجو شنو قرابتك من رسول الله قال أنا خليفته وزوج ابنته وأبو الصبطين والقائم بالحق من بعده اشتردون قال أكو بعد إلى قرابة قال هو أخي وأنا وارثه ووصيه واول من امن به وانا زوج ابنته قال يا هذه القرابه فاخره هاي المنزله اللي احنا ندور عليها هذه علامه الخليفه في الكتب السماويه تقول خليفته خليفه رسول الله خليفه اخر نبي خليفته ابن عمه وزوج ابنته هاي تشوف ابن عمه زوج ابنته وارث علمه أول من آمن به هاي الأوصاف ما موجودة بغير علي بن أبي طالب هذه انطبقت عليه زين قال لهما أمير المؤمنين إن شئتما أن تسألاني عما تريدان أو أخبر أنبأتكما عما جئتما لأجله تردون قالوا نعم فقال علي عليه الصلاة والسلام أنا راح أخبركم بشيء في التوراة موجود عندكم بالكتب السماوية مالتكم وإن تقاري هذا أجاوبكم عن سؤالكم بما في كتبكم تفضل يا علي فتبين علي امير المؤمنين مو مطلع على كتاب الله القران فقط بل اطلعه الله عز وجل على الكتب السماويه الاخرى قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب من عنده علم الكتاب؟ علي امير المؤمنين، اكو واحد غيره في الامه عنده ادعى الجواب ما قدروا يجاوبون، خطا جاوبوا، الله في السماوات يعني مو في الارض، يعني فوق العرش يعني مو في السماوات، مو في الارض، هذه اجوبه غير صحيحه هذه، طيب هسه التفت الى ما جاء به أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه زين من كتبهم قال أقبل أربعة أملاك أملاك ملك من المشرق وملك من المغرب وملك من السماء وملك من الأرض كم واحد صاروا؟ أربعة فقال صاحب المشرق لصاحب المغرب من اين اقبلت قال اقبلت من عند ربي من عند الله وقال صاحب المغرب لصاحب المشرق انت منين جاي قال اقبلت من عند ربي النازل من السماء قال له, له من اين اقبلت قال من عند ربي اللي جاي من الارض قال له, له انت من اين اقبلت قال من عند الله كلهم اللي جاي من السماء من عند الله اللي جاي من الأرض من عند الله اللي جاي من المشرق من عند الله اللي جاي من المغرب من عند الله شنو هذا معناته معناته الله سبحانه وتعالى لا يحده مكان إذا كان في المشرق يعني أيضا هو في المغرب إذا كان في السماء هو أيضا في الأرض بس مو بوجوده المادي بوجوده الإحاطي بوجوده الـ الهيمنة بوجوده العلمي بوجوده الملكي مالك لكل شيء بوجوده التصرفي لاحظت مو هذا الوجود المال الوجود المادي ما إلى قيمة هذا الوجود الإحاطي أحاط بكل شيء علما مو بس علما علما وقدرة شو تقولون أيها اليهود ماذا تقولون في هذا شيء اللي اخبرتكم عنه اللي كان في عهد نبيكم شو تقولون عنه قالوا قال اصبت هو هذا صحيح انه الملائكه من اماكن مختلفه اجوا كلهم من عند الله دليل على ان الله عز وجل لا يحيطه مكان دليل على ان الله تبارك وتعالى لا يحده الظرف لا يحده لا السماء تحده ولا الارض ولا المشرق ولا المغرب هو في كل مكان وليس بمكان يعني وليس بمكان مادي ولكن في كل مكان احاطه قدره علما تصرفا لاحظت فالجماعه لما سمعوا قال قال فما منع صاحبيك ان يكونا جعلاك موضعك الذي انت اهله ليش الرجل الاول اللي التقينا به قالوا عنا خليفه والثاني انه بخليفه الاول وما يعرفون يجاوبون ذولة ويدرون بيك انت اعلم منهما ليش الجماعه ما اعطوك هاي المكانه والخلافه التي هي لك وانت اهل لها التي نراها لك في الكتب السماويه فوالذي انزل التوراه على موسى انك لانت الخليفه حقا نجد صفتك في كتبنا ونقراه في كنائسنا وانك لانت احق بهذا الامر واولى به ممن قد غلبك عليه. فقال علي أمير المؤمنين قدما قدم وأخرا وحسابهما على الله يعني قال لهم خلص الأمر كما ترون شاهدنا في هاي القصة وفي هاي القضية وفي هذا المقطع التاريخي وفي هذا الحديث الشريف أنه ذول سئلوا عن مكان الله عز وجل فامير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه جاوبهم بانه المكان لا يحده وانتم في كتبكم تقولون ان الملائكه من السماء واحد اجا من عند الله من الارض من عند الله من المشرق من عند الله من المغرب من عند الله فالله في كل مكان لكن مو بنحو الوجود المادي. بما يليق به جل وعلا، شوف اذا انت قالوا لك عالم بما يليق بك. اذا قالوا الى فرد شخص دونك في العلم عالم بما يليق فيه. اذا قالوا للفرد واحد استوى صاير عالم. قالوا له عالم بما يليق به. إذا واحد صار لثلاثين سنة مدرس يقال له مدرس إذا واحد عشر سنوات صار مدرس يقال له مدرس إذا واحد سنة صار مدرس يقال له مدرس لكن كل واحد بما يليق بشأنه فالله عز وجل إذا قلنا أنه في السماء في المشرق في الأرض في كل مكان بما يليق بجلاله وبشانه ودون حصره حصرا ماديا فالله عز وجل في كل مكان وليس في مكان بنحو الماديه بل كل مكان بنحو الاحاطه والقدره والعلم والتصرف والملك وغير ذلك نسأل الله تبارك وتعالى العلم والمعرفة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته